Salut, salut tout le monde. Aujourd'hui, nous allons apprendre le verbe aller au passé composé. Tahiyati, tahiyati les jamir. Aujourd'hui, nous allons نتناول فعل aller au passé composé. إذن الفعل يذهب بصيغة الماضي التام. أولا أود أن أشكر الجميع المتابعين والمشاركين في القناة لتفاعلكم مع تفاعلكم مع اللايك والإعجاب والتعليقات وأيضا لتعريفكم القناة للآخرين للاستفادة منها. أريد أن أقول لكم بعض المعلومات حول فعل اللي فبالرغم من أنه ينتهي بـ ER والمفروض أن ينتمي إلى المجموعة الأولى ولكنه ينتمي إلى المجموعة الثالثة، فلذلك فهو فعل منفلت تماما، هو فعل منفلت ينبغي علينا السيطرة عليه، وهذا ما سوف نجده في هذا الفيديو. إذن لصياغة أي جملة بصيغة الماضي التام علينا أن نستعين بفعل être. لماذا فعل être؟ لأن فعل aller ينتمي إلى فعل être بالماضي التام. إذن فعل aller ينتمي إلى فعل être. فعل être باللغة الإنجليزية هو to be، فعل الكينونة أكون أو لا أكون مثلا. إذن هذا الفعل اللي لا ينتمي إلى فعل avoir، وذلك الفعل هو فعل للتملك لا ينتمي، وإنما ينتمي إلى فعل être. إذن سوف نستخدم le verbe être au présent. إذن نستخدم ضمائر الشخصية لفعل être بصيغة الحاضر وهي موجودة باللون الأبيض هنا، ها؟ ثم نضيف لها plus le participe passé. ما هي صيغة participe passé؟ قلنا سابقا أنها هي اسم أو صفة مشتقة من الفعل المراد تصريفه أو استخدامه، وهو فعل هنا اللي. إذن le participe passé لهذا الفعل هي اللي مع accent aigu فوق e. إذن الآن سوف أصرف بالكامل le verbe aller au passé composé. سأقول je suis allé, tu es allé, il est allé, elle est allée, on est allé, nous sommes allés, vous êtes allés, ils sont allés, elles sont allées. إذا عندما أقول je suis allé بمعنى يعني أنا ذهبت، إذا أنا أتحدث بصيغة الماضي التام. تي إي allé، لاحظوا أن الفرنسيين هنا بالشخص المفرد الثاني تي إي allé لا يربطون الإس مع الأ، لا يربطونها، ولكن مع ضمير الشخص الأول يربطونها، مع الثالث يربطونها، ومع البقية يربطونها مع إس. هنا لا يربطونها، يقولون تي إي اللي. هنا نقول بالشخص الأول جو سويز اللي، بالشخص الثالث إل إي تلي. إذا في الشخص الثاني لا يربطونها تي إي اللي. هناك ملاحظات قبل أن نبدأ بالأمثلة، ملاحظات مهمة جدا مثل ما قلنا للسيطرة على فعل اللي المنفلت تماما. الملاحظة الأولى، عندما نستخدم الضمائر الشخصية في حالة المفرد وهي je, tu, il, elle, on، وإذا كانت المتحدثة يعني امرأة سوف تضيف حرف الأ بجانب الأ التي فوقها أكسن. هذه أول ملاحظة. الملاحظة الثانية، عندما نستخدم كلنا جميعا نحن الضمائر الشخصية في حالة الجمع، يعني نقول نوصم نحن، فوزيت أنتم أنتن، إلصن هم، إلصن هن، سوف نضيف إس على participe passé، يعني إس موجودة هنا. الملاحظة الثالثة، عندما تتحدث النساء بهذا الفعل بهذه صيغة الماضي التام في ضمائر الشخصية للجمع نوسم، سوف تضيف أيضا أ بجانب الأ التي فوقها أكسن، يعني في حال الجمع للنساء سوف يكون هنا بالضبط مثل هذه البارتيسيباسي. لاحظوا الأ التي فوقها أكسن، الأ الثانية للمؤنث والإس للجمع. إذا هذه ملاحظات مهمة جدا. الآن نأتي إلى الأمثلة لكي نفهم هذا التصريف، فأقول je suis allé au marché des oiseaux. إذا je suis allé au marché، أنا ذهبت إلى السوق. إذا marché هو سوق، أو هو حرف جر، إذا أنا ذهبت إلى السوق. أي سوق؟ سوق des oiseaux، سوق
الطيور. في مختلف العواصم العربية هناك عادة ما يكون يوم الجمعة سوق للطيور، وفي بغداد مثلا هو سوق ما يطلق عليه بسوق المريدي، يمكن أن يجد الإنسان فيه مختلف أنواع الطيور وحتى الثمينة منها التي تكلف آلاف الدولارات. إذا نعود إلى مثالنا، Je suis allé au marché des oiseaux. نأتي إلى الشخص الثاني ونذكر المؤنث أن لا تنسى أن تضيف أ ثانية بجانب الأ التي فوقها أكسن. إذا تي أي اللي. جملتنا هي بصيغة السؤال لأننا نلفظها بصيغة سؤال، يعني لو نحن في البيت وأحدنا مريض فنقول له في البيت تي أي ديجا اللي شي لي دكتور، يعني نحن نسأله إن كان هو ذاهب قد ذهب إلى الطبيب. تي اي ديجا الي شي لو دكتور، اذا ان كنت قد ذهبت الى الطبيب. لاحظوا حرف الجر هنا شي معناه عند، ها اذا ان بريبوزيسيون حرف الجر شي لو دكتور. نذهب الى الشخص الثالث وهو مفرد وهو ايضا مذكر، ها اذا هو لا يحتاج ان نضيف او. ال اي تالي نقول ال في سافوار où il est allé. إذن elle veut savoir où il est allé. جملتنا وكأنها مكونة من جملتين، يعني الجملة الأولى هي elle veut savoir، هي تريد أن تعرف. إذن veut مشتق من فعل vouloir يريد، و savoir هو بحالة المصدر، وغير مصرف هنا، savoir يأتي يعني من المعرفة، يعرف. elle veut savoir، هي تريد أن تعرف. ماذا تريد أن تعرف؟ où il est allé، أين ذهب هو؟ où il est allé. إذن où هي صيغة سؤال للدلالة على المكان. نذهب إلى ضمير الشخصي هي elle est allé، هي ذهبت. je crois qu'elle est allée chez le coiffeur. je crois. Croire هي مشتقة من فعل croire بمعنى يعتقد يظن، ها و je crois. crois هنا مصرفة حسب الضمير الشخصية الأول، أنا أعتقد أنا أظن. qu'elle est allée أنها هي ذهبت chez le coiffeur عند مصفف الشعر. إذا استخدمنا هنا chez مرة أخرى le coiffeur عند مصفف الشعر. إذا الشعر Je crois, أنا أعتقد qu'elle est allée chez le coiffeur. أنا أعتقد بأنها ذهبت عند مصفف الشعر. نذهب إلى ضمير الشخصية المفرد on est allé. فنقول لو كنا ذكورا la semaine dernière on est allé en Italie. La semaine dernière الأسبوع الماضي on est allé en Italie. نحن ذهبنا إلى إيطاليا وأنا ذهبت إلى إيطاليا. لو كان المتحدثين نساء إذا عليهم إضافة أ. نذهب إلى الضمير الشخصي الجمع nous sommes allés، ولاحظوا الإس فنقول مثال nous sommes allés au bord du lac. nous sommes allés au bord du lac. نحن ذهبنا إلى ضفاف البحيرة. إذا bord هي ضفاف، du lac البحيرة. نحن ذهبنا nous sommes allés au bord du lac. إذا على النساء أن لا ينسينا الأ بعد الأ التي فوقها أكثر. نذهب إلى أنتم أنتن أو شخصا لا نعرفه فنقول vous êtes allé. مثال vous êtes allé à votre ancienne maison. vous êtes allé أنتم ذهبتم أو أنتن ذهبنا à votre maison إلى بيتكم، ولكن أي بيت؟ قلنا هنا أنسين البيت القديم. إذا البيت هنا هو اسم مؤنث، لذلك استخدمنا adjective بشكل مؤنث أنسين. لو كان هنا اسم مذكر لكنا قلنا أنسين أنسين، ولكن الميزون إن ميزون هو اسم مؤنث فقلنا à votre ancienne maison بيتكم القديم. نذهب إلى هم للرجال فقط ils sont تقول ils sont allés chez leur grand
parents. إذن ils sont allés chez leurs grands-parents. من هم grands-parents؟ هم الجد والجدة. إذن ils sont allés. هم ذهبوا. الرجال ذهبوا. أين ذهبوا؟ chez عند. عند من؟ leurs grands-parents. leur هي صفة تملك. إذن عند جدهم وجدتهم. إذن عند جدهم هم وجدتهم هم. نذهب أخيرا إلى ضمير الشخصي في حال جمع للمؤنث elles sont allées. نقول vous savez où elles sont allées l'après-midi. إذن عندنا سؤال هنا. سؤال يبدأ vous savez. إذن إن كنتم أنتم أو أنتن تعرفون vous savez أو شخصا غريبا نقول له للاحترام vous savez. هل تعرف أنت يعني شخص غريب أو أنتم أنتن؟ أو إذن أو صيغة سؤال للدلالة على المكان. elles sont allées هن ذهبنا l'après-midi بعد الظهر. يعني إن كنتم تعرفون أين ذهبنا بعد الظهر. ممكن أن نغير من صيغة هذا السؤال بشكل آخر فنقول مثلا vous savez où sont-elles allées l'après-midi. إذا نقدم الفعل على الضمير. Vous savez où sont-elles allées l'après-midi. إن كنت أو كنتم أنتم أو أنت شخص لا نعرفه تعرف أو تعرفون أين ذهبنا هن بعد الظهر. أتمنى أن يكون هذا الدرس أيضا مفيدا لكم، وأيضا لي رغبة أن أقرأ تعليقاتكم واللايك وغيره، وإلى اللقاء في الفيديو القادم.